السلام عليكم. قال وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح للشروق على هامش ختام الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي أن ملف السيارات سيشهد هذه المرة انفراجا حقيقيا، حيث أن مراجعة دفتر الشروط لن تطول ولن تستغرق وقتا إضافيا، وإنما سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الجديد المعدل لدفتر الحالي مطلع سنة 2022 إن شاء الله، في حين طالب الوكلاء المعنيين بالالتزام بتوفير خدمة الضمان وخدمات ما بعد البيع وفقا لما أمر به الرئيس عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء قبل يومين. وحسب وزير الصناعة فإن كل الوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة والذين سيودعون الملف بداية من شهر جانفي المقبل سيتحصلون مباشرة على الرخص في آجال قانونية لتصبح السيارة الجديدة في متناول المواطن بمجرد الشروع في الاستيراد، نافيا أي عرقلة للعمل أو إعادتها إلى نقطة الصفر. مضيفا بالعكس، لدينا إرادة لتسيير الملف وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن بالدرجة الأولى، وأهم شيء هو توفير خدمات ما بعد البيع. وكما العادة اللي بغيت أكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف. سلام.